my god! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرت رجعت لكم مقطع جديد في هذا الفيديو، وأخيرا راح نلعب Resident Evil 2. متحمس مرة للعبة، وأنتم تعرفون هذا الشيء بإذن الله. لو شفت حماس منكم زي ما أنا متحمس، احتمال كبير إن أخلي اللعبة سلسلة كاملة في القناة، وبرضو أترجمها عربي. اللعبة ما فيها عربي، ولكن راح أخلي شخص يترجم كل الفيديوهات عشان تستمتعون أنتم مرة بالمتابعة. المهم الآن أنا دخلت اللعبة لأول مرة، وفي خيار بس، إما إني أختار ليون أو كلير، وبرضو هنا كاستمز اللي هو الملابس. شوفوا هذه الملابس العادية، هذه مقفلة. هنا اختار مثلا هذا لبس واحد بس، وكلير ثلاث ألبسة. ايوه، عشان اكون صريح معاكم، انا من قبل ما تنزل اللعبة وانا مفكر اني اختار كلير، يعني مو، لا تفهمون غلط. السبب يا شباب انه في العاب ريزدنت ايفل دائما كلير تكون اسهل شويه، يعني يكون عندها مساحه اكثر، وتكون مرات عندها حق اللي تفتح الابواب مدري ايش، يعني هذا عذر تمام. يعني المهم انه راح اختار كلير، ما طال عليكم يا شباب، لا تنسون اللايك وخلونا نبدا. اما هنا يخيرني الصعوبه، لا لا، انا عذر انها هي سهله. هذا اللعبه العادي، وهذا السهل يكون في ايم اسيست، وذا وهذه الهارد كور اللي هو الصعب يكون ما في حفظ الا انك تحفظ من الاله، والاعداء يكونون اقوى بكثير. طيب يلا راح اختار هذا الخيار، وان شاء الله اني ما اندم. يلا. ايوه. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Hey, هو مو المفروض ليون وكلير سوا ولا أنا مضيع؟ How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. هذا ما خذ راحته كذا. الله يستر، الزومبي يطلع. Her nose, her whole face, it looked like it was rotting. Oh, hey. Hey, هذا واحد يحكي في الراديو عن الزومبي. Calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong. Okay, don't give in to fear out there, right? أيوة. بدأ يضيع الراديو. أيوة. Come on. Just getting good. ورب البرجر شكله نار. Oh my god, no no! Oh! 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 Zombie, zombie! صح؟ ولا؟ مفروض. اوه 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 اوه. والله ما ادري، هي زومبي ولا لا؟ وربي خبز امه خبز، خلاص انسى الموضوع يا رجل. انسى. يدها كذا مخبوزة. ايش؟ شوف وجهها حاجة. الهروب راح يعطيها ولا لا؟ ياب. هيز ذا. طيب ايوه كلير. يا انا مش عارف. ويلكم تو راكون سيتي. او ماي جاد، هذا ايش حتعبي بنزين ذحين يعني ولا كيف؟ اي ويل، بس اي غوتا جو. واي داز ايفريون ثينك ام جيتين ترابل؟ لانك راح تقعين في ورطة. ايوه. اوه ابدا؟ اوكي. يلا بدينا يا شباب. يقول تفقد الجوار. طيب هي ما عندي لا مسدسات ولا اي شيء، مسكينه في حالي. طيب اوكي الباب ذا. هلو هلو، anybody here؟ هذا واحد يراقب ولا الكاميرا يعني احتراف كذا؟ Hello?
اوه ماي جاد، ايه دم في الارض تشوفون. طيب يقول تفقد ال اسمع صوت، اسمع صوت يا جماعه دقيقه. اوه ماي جاد، ايه ظلام ظلام مره. ايوه ايوه اخ ايه محمد ايش فيه؟ اوه ايه تكلم ها يأشر بس. طيب اسمع صوت، هي في واحد يحارب ولا انه زومبي ذا؟ اوه ايه اوه اوه لا 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 اوه ماي جاد خبزوا خبزوا يا جماعة. اوه اكل مال مدري ايش اخذ له كذا عاج على السرير. طيب هي هي ما عندي سلاح. ايوه اوكي عندي سلاح. طيب ابلع لك لا يا الام من اول مره حرم عليك يا شيخ. دقيقه ابلع واحده ثانيه لا لا والله لو اقرب والله لو اقرب مره ثانيه. ياهو ايش المنوبه ذي ياهو. او ماي جاد. طيب شباب راح نعدل حاجه بسيطه بس ولا كلمة. رجعنا يا شباب مرة ثانية قبل هيد شوت خلاص عشان ارتاح لانه من اكلتين اموت مشكلة هذه. خلاص ها توفى حلو. طيب ايش اسوي دحين؟ اوه مفتاح ايش؟ شكلي ارجع. ها 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 يهو قام ايش فيه؟ ابلع ها ابلع وابلع وابلع ابلع خلاص ايوه ذي المرة توفى. يلا يلا خلونا نشوف ذا الباب. اوه اوكي استخدم المفتاح. طيب ذا تحول يا جماعه تحول. واي قلبي واي قلبي لا ارجوك ما عندي الا ثلاث طلقات ما عندي الا ثلاث طلقات ارجوك ارجوك لا تفوتها. يا سلام يا سلام فجرت ام راسه. خلص رصاص خلص رصاص او ماي جاد بسم الله الرحمن. طيب اهرب 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 ليون ليون مان او ما اقدر اقول لك. ايوه ايوه اسطوره اسطوره. طيب خلص رصاصي انا. طيب ها في زومبي كثير. او ماي جاد يهو. طيب كيف يهربون دحين؟ يا سلام على التجاوز يا سلام. ايوه والله الدبه حقها لكن ما عليه يا رجال هم عاجل الحياه. ايوه I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. ايوه صح رايح لل اول يوم دوام. You are? Claire Redfield. Live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Well, Chris, صح? I don't know what to expect anymore. دور على اخوه كريس. اللي هو اللي في الجزء الاول. طيب ايش هذه المقدمه يعني ها Resident Evil. يا اخي والله حرام ما في واحد يقول يا اخي قولوها Resident Evil 2 Remake. Attention all citizens. طيب due to the citywide outbreak you are advised to take shelter at the Raccoon City police station. هذه مدينة راكون خلاص يعني كلهم انجلدوا فيها. God, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. زمن survivors. There has to be. المشكلة يعني أول يوم دوام كيف تداوم في الليل؟
ولا هذا الفجر يعني وجا بدري عشان يعني يقولون ما شاء الله داومت بدري يعني كذا. طريق مقفل لازم يمشون. اوكي يا الله كشفوهم على طول يهو. يا جود كول. اوكي الريوس عطيه الريوس يلا. هي في سيارة ورا. هي اوه ذا اللي في البداية حصل له شكله. طيب ايه ايوه يلا سريع سريع سريع. ايوه هذه هي البداية يا جماعة هذه لما يخترقون دحين. هذا خلاص حصل له عضة. سلام عليكم. شوف خرب ام الطريق كامل. شوفوا كيف يا الهي. سريع سريع. ها ايه البنزين البنزين تسرب. ايوه اوكي ايوه هي هذه اللي انا اتذكرها يعني. اوه اوكي هذه ما اتذكرها هذه. طيب ليون في الجهة الثانية ذحين. اوه عنده زومبي. وهي برضو اوكي. طيب ايه يا جماعة لا تنسوا. طيب ايه انا ما عندي رصاص اصلا. ما عندي رصاص يا الهي. واو هذا ياكل يا جماعة عسر والداخلي مدري ايش. طيب ايه فين اروح فين اروح. اوكي اوكي يلا يلا سريع سريع سريع. طيب هرب هرب بالقولي. ايوه ما عندي رصاص. هذا شرطي هذا شرطي ولا ياب هذا شرطي زومبي هذا. طيب يا سلام يا سلام. انها نهاية العالم. اهرب بس سريع. طيب اوه اوكي 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 يلا 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 هذا هو مركز الشرطة. اوه ماي جاد وربي برا ترون زومبي كثير. اوه شو هذا هذا كرشة بس. شوفوا ذا يبغون يطلع. واو يهو لا لا ارجوك ارجوك. اوكي ارجوك قول لي انه مفتوح الباب. ارجوك ارجوك. يس يس الحمد لله الحمد لله. اوكي حلو حلو خلاص نحن في امان. طيب دحين راحه ما في رصاص. هذه مو راحه بس خلونا قبل ما ادخل استكشف ممكن احصل لي هنا رصاص ولا اي شيء كذا ناخذه. واحد مربط. طيب ما في اي حاجه هنا. ما في اي شيء يعني ما في الا ندخل هنا يلا. اوكي هي هذا شكله دحين يا شباب شكله هذا ذحن الديمو اللي لعبته. اذا كان الديمو ترون راح اختصره. شوفوا هنا في مكان علاجات مدري ايش. طيب ايوه شكله هذا الديمو راح اختصر. اوه دواء ديم اوكي. طيب على السريع في واحد في الكاميرا ظهر لازم ان ننطلق ونساعده. اوه هذا المكان اقدر ادخله. انا اول ما دخلته صح؟ اوكي دقيقة هو هذا في الخريطة اسمه بريس روم. طيب اوه في زر. ايش ذا؟ ايش؟ اوه اوكي يا سلام. في رصاص هنا يا جماعة. خذ امه بس. اوكي لا الحمد لله ما صار اي شيء. خفت ليه يصحى وياكلني رصاص يجيب. المهم خلينا نكمل نرجع لخوينا. هذا الباب ما كان في الديمو صح ولا ما ادري تفلسف. اوكي ايوه طيب ما في اي شيء. ها انا ما شيكت عليها في الديمو. اوه دواء اوكي حلو نكمل لخوينا من جد المره. اوكي
اللي يهم ان هذا عنده طريقة الخروج، وهو انه في ثلاث دوائر نجمعها ونحطها في التمثال، افتح لنا مكان سري يطلعنا لبرا. طيب وفي وهذه شباب شكلها الاماكن الثلاثة الاشياء، في هنا زي البنت مدري ايش، وفي حصان شكله هذه كذا تجمعها يعني تحط ذي الثلاثة الرسمات ولا ايش مدري. المهم نشوف بعدين، يلا ما راح اضيع رصاصة في ذا. اوكي يلا You all right? Yeah. You're safe. For now. هذا الشرطي المصاب. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, telling me. Hey, keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. Hey, hit that one, Lachua, Chris. Really, Chris's sister. Yeah. Why? Did you find something? Yeah, I did. He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Huh? Vacation? That's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passageway. Good. Okay. Hey. ايش الصدمة ذي؟ في إجازة؟ forget about me. I can take care of myself. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. Okay? So you can see your brother again. Now. You'll probably need this. No. I'm not taking that. You're gonna need... And be careful. If you see one of those things, no matter who they were, you can't hesitate. Take them out if you can, or you run. Aye, Captain. هذا وضع سيء والله. ما أدري إذا كان هل نقدر نحصل دواء أو حاجة نعالج ولا. الوضع ما يؤس منه. قبل ما انطلق لهذه المنطقة خلوني أحط في الصندوق بس عشان نوفر مساحة راح أحط. هذا المفتاح ما ادري ما اتوقع احتاجه ولانه استخدمت في المحطه وراح احط واحد دواء عشان نوفر بس مساحه. يلا نكمل على السريع نقص هذا. طيب اللعبه الكامله اقدر استكشف اللي ابغى الحين. هذا لازم المفتاح الازرق اللي راح احصله قدام، وهنا هذا هو المكان اللي راح يطلعنا يعني نحط ثلاث دوائر. ايوه شوف فايند 3 ميداليونز، الميداليات تسميها. خلونا نشوف فوق. طيب هذه ميدالية صح؟ هذه ميدالية اخذها ولا كيف؟ دقيقة. شوف في الدفتر الاسد، اوه يقول لي بالاشكال. اسد وعشب وحمامة. اسد، عشب، حمامة. تم يا جماعة هذا اول واحد. يعني هذا المخ شغال، هذا لما يشتغل مخ هذا اللي يصير. حط هذا على طول، حط هنا صرف. ايوه باقي، اوه فتح لي حاجه بسيطه. طيب باقي حصان وبنت. ها طيب شوفوا هذه الخريطه حق الدور الثاني، نستكشف شويه الدور الثاني قبل ما اروح. من هنا راح اطلع. اوكي شوفوا كيف الاستكشاف يعطيك رصاص زياده الاستكشاف. اوكي حلو. هي هذه الجهه ما في اي حاجه الا في باب. اوكي هي اقدر ادخل. طيب هذا عشب. اوكي هذا المكان ما في اي حاجة الا اللي هو لازم المفتاح الازرق الاساس حرجع له. يعني في هنا حاجة، دقيقة خزنة، بس لازم اعرف الرقم. دقيقة لازم اني اسمع، ما اتوقع احتاج الزبدة. بعدين نرجع لهذه الخزنة. طيب يلا خلوني اروح دحين للمفتاح الاخضر الازرق. اوكي هذه شوفوا هذه تطيح، ها لو مرت من هنا. انا في الديمو ما مرت منها عشان كذا ما طاحت علي. طيب اوه هنا مفتاح اخضر. طيب هي المفروض هنا في بطاقه الشوتجن. خذ الخريطه سريع. طيب خلونا نشوف هنا هذا الباب. هذا الباب مين فت؟ اوه يبغى له حاجه اكسر ما ادري. اطلع من هنا يلا.
يعني الشاتجن ما راح احصله بدري، هذه المشكله. هذا هنا الشاتجن بس مانك ما راح احصله. بليز مان. لا مو الشاتجن حقها، هذه غير سلاح ثاني ذا اللي يفجر مدري ايش صح. اوه شوفوا هنا في مساحه زياده يا جماعه. طيب دقيقه، اوه شوفوا يا جماعه شوفوا في ارقام ناقصه. اوكي في هنا زومبي، خلينا نجيبهم. خلاص خلاص ورع خلاص. اوكي يا شباب شوفوا شوفوا دقيقه، مثلا 201 ما اقدر هنا احط رقم اثنين اصلا، لازم اني اجيبه. اوكي وهي هنا كلها مثلا 601، دقيقة 601 اقدر. اوكي هي صح كذا اصلا. اوكي غلط. لا ممكن عكس 106 مو 601 بدل فكر. ديم هذا ايش؟ ايش ذا؟ رول فيلم. اوه اوكي هذا استخدمه يا جماعة في الحفظ الاحمر ذاك المكان. او ماي جاد. طيب هذا 109. اوكي جيب رصاص يلا. هذه فيها 203 ما اقدر رقم اثنين. اللي ناقص 203 هذه اللي ناقصه. يلا يبغى لي ادور للبطاقه حق الشتجن، الشتجن مهم مره. طيب هذا هو الطريق الوحيد. اوكي ها اوه هذا استفيد منه بعدين. طيب اثنين جن باوندر يعطيني رصاص، اذا ابغى الاسيد جن باوندر زايد هاي جريد جن باوندر وايت مدري ايش. طيب هذا عشان تصنع الرصاص لازم تعرفها. طيب هذه انا ما جيته في الديمو ترى، هذه خزنه برضو يا هو. طيب لازم اعرف الاكواد حق الخزنه. شوفوا ها في شرطي يا ورع، انا قتلتك يا اخي الله يقطع ذا الوجه يا اخي ورع انت. يا جماعه حصلت رساله وهذا مكتب ليون. وهنا في قفلين لازم اني افكها. اوكي بس ما ادري ايش اصلا. اوكي اوكي عرفت عرفت. شوفوا الرساله يقول فيها انه في قفلين، وهنا كاتب باختصار مهمتك الاولى انك تعرف اسماء اصحابك يعني، ونجاحك هو انه تحط بدايه اسماءنا. فما ادري من اصحابه اصلا عشان. طيب اللي كاتب الرساله اسمه بران، برانه. خلونا نشيك على المكتب في اسماء هنا شيء. ايوه ديفيد ممكن، و مين الثاني؟ في واحد ثاني ايوه مارفن. خلونا نجرب ذي. الشباب هنا ما في دي، هذا اول غلط. يلا خلونا نشوف في الثاني ممكن في ديفيد. دي 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 ما في دي. واو مسوي ذكي ها هذا. طيب ايش اسمه؟ ريتا. اوه يا الكلب فجعني يا الله، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بس يا الله اخ اخ بس خلاص موت. شوفوني صحون هذا متى؟ هذا انت كان راقد يا اخي، ايش اللي صحك؟ بلع. طيب ابغى حل ذا اللغز. يا هو قام الزومبي. طيب طيب هذا اللي مزعجين يا جماعه، راح حل اللغز بعدين. خلونا دحين نروح للمفتاح الازرق. اي هذا يحتاج مفتاح ازرق اصلا. او ماي جاد اذكر في الديمون طلعت من هنا ولا؟ يهو خلاص خلاص يا ورع خلاص فشق راسه لو يقوم اجلده. اوه عرفت عرفت يا شباب خلاص هذه المره عرفت. اوكي طيب هم ثلاثه هنا ان اي ودي. ان اي دي ها ان اي دي يلا ارجوك اضبط. ان اي دي يا سلام. اوكي حلو 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 حلو. وهذا هنا فين اللوحه حقه؟ اي شباب هذا ام وهذا اي هذا ار قصدي، بس الثالث لوحته مو هنا. اقدر اخمن حتى اجيبه يعني عادي. هنا ام ايوه هنا ام ار جي. اوكي طلع جي صح. طيب ايش في؟ ها او ماي جاد هذا هو بس هذا الموجود. حسبته في حاجه مهمه، لا حسبت انه ما اقدر اعدي اصلا. هي هذا يتركب هنا. اوكي ضبطت سلاحي صار يعشق سريع. طيب بس هنا ما اقدر اطلع من فين؟ طيب الطريق او ماي جاد يا بندر والله انك تيس. الطريق من اول هنا.
يلا يلا حركنا. طيب هذه الغرفة حفظ، حلو جدا. أولا شغل اللمبة، يا سلام نور. وأخيرا خلونا نحط الأغراض، هذا الدوية كثير هنا حطها، خلي واحد معاي بس. هذا راح استخدمه الفيلم هنا، قلت لكم المنطقة الحمراء. ما أقدر إلا أقدر. أوكي أوه أوه يا جماعة، هذا قلب بمفتح أحمر ولا إيش ذا مكانه يعني في تمثة أنا. أوكي نايس، يلا مشيت. طيب هذا هنا رصاص ناخذه، بس محمد علي ذا نقوم صح؟ لا اوكي ده. اوكي نجل لخوينا، بلعلك واحد بلع. اوكي ايه انجلت اما طلقه بس تيم يا الاحتراف. ايوه تعرفون انتم هنا ايش في، تعرفون انتم هنا ايش. لن انفجع مره اخرى يا شباب. ما ادري الصراحة شباب هذا كيف افتحه يعني. طيب شوف هنا في حاجة. اوكي رصاص حق السلاح ذاك، انه ما في ولا شيء. وهنا ايوه ممكن هذا يفيدني. ايش ذا؟ دقيقة هذا يقول لك خزنة متنقلة مدري ايش. طيب ايش؟ دقيقة في الرسالة يقول لازم تضغطهم ورا بعض. طيب لازم احفظ اماكنهم واضغطهم ورا بعض، ها حيكون كذا بعدين كذا. ايوه ناس ما ادري الترتيب كيف. اوكي يا سلام تك 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 حلو. لا ما عليه عيد 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 يلا هذه حتكون اوكي. لا دقيقه ايوه كذا كذا بعدين يا ايوه حلو حلو وكذا 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 بعدين الثلاثه هذه ما ادري يا قعلناها لف النص ف يا سلام يا بعدين تك بعدين ذي بعدين ذي الله فتح ايش في ها دقيقه يقول هذه جزء من قطعه يعني حتتركب سوا بعدين او حاجه. طيب يلا هذا ما اقدر ادخل، لازم حاجه ادور بها وذا يفتح لي. طيب يلا نبغى نوصل للمفتاح الازرق اللي من زمان اقول ابغى اوصل له. اوكي هذا المفتاح يا سلام يلا. وهنا خوينا اللحسه ذحينا تشوفون هذا اسوأ عدو، هذا اسوأ عدو يا جماعه والله مصيبه. هذا ايش فيه هنا يقول لي اضغط شوف الملفات ليه. اوه ماي جاد استغفر الله العظيم استغفر الله. رصاص جيب هنا لازم اني احط سي 4 بس ما ادري كيف نسوي هذه او نجيبها. نفتح لنا شوف هنا تمثال. هذه الميدالية الثانية او ماي جاد يعني السي 4 مرة مهم لازم القى سي 4. ايوه يا سلام مساحة زيادة حلو 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 حلو. يلا المفروض احنا خوينا يتكلم يقول تعال ولا لا والله في الديمو يقول ايوه حلو حلو. How fast can you get back here? Why, what's up? I've got something to show you. It's important. Hurry, I'm on my way. Okay. طيب هنا المكتبة يا شباب. المكتبة فيها لغز بس ما أدري. أوه كيف حله حسب. Oh my god نسيت إنه تكسر. ما أدري إيش الحل حق المكتبة دي. هنا في زومبي كثير أصلاً. طيب كم زومبي؟ ثلاثة زومبي جماعة. طيب. وهذول ممكن حتى يقوموا في أي لحظة. أيوة. او ماي جاد دقيقة يا سلام الميدالية الثانية يا جماعة الميدالية الثانية. هذا الحصان ها الحصان يلا سمكة عقرب مدري ايش حاجة غريبة. يلا سمكة عقرب وحاجة غريبة توقع هذه. ايوه هذه يا سلام حلو هذه ثاني واحدة ها. بس ما عندي مساحة خلنا نستبدلها يا رجل بالخشب ابغى استبدلها بالخشب. ديسكارد او ماي جاد اوكي لو سويت ديسكارد لحاجة ما اقدر استرجعها يعني. ايوه هذه خريطة حلو اوكي ها بلع دقيقة اوكي سريع اخرج من هذا المكان يا رجال. يلا حلو طيب اكلم خوينا ذحين واحط الميدالية ها
ايوه يلا حلو. There you are. Come here. What is it? Take a look. ايوه العكس هذا المره. ليون. You know him? Yeah, it's Leon. Kennedy, I think. The rookie. Thought he looked familiar. You can make it to that courtyard. The second floor. Okay. الدورة الثانية. Thanks, Marvin. I'm on it. حلو حلو. يلا نحط الميدالية الثانية. يا سلام. وباقي لنا واحدة بس. باقي واحدة. ولازم سيفور عشان أفجر يعني. أقدر إني أروح لليون على طول أحرك. أو إني أدور يعني المفتاح الأزرق نفسه باقي أماكن كثير يعني ما فتحت منها. وباقي لغز المكتبة ما أدري إيش حيعطيني بس يلا. نحرك لليون بعدين نشوف الوضع. أوكي. والله في أماكن كثيرة ترى. أو ماي جاد. طيب. دقيقة خلونا نشوف الخريطة. هنا في مكان مقفل خلونا نشيك عليه بس. هذا الباب مفتوح ذا الباب. اوكي. او ماي جاد المفتاح الاحمر. ها ايش ذا؟ اوه ذي البطاقة حق السلاح الحمد لله. هذا المفتاح الاحمر صح؟ هذا والله ما ادري هو المفتاح الاحمر يعني ولا كيف؟ ايه شوفوا في حاجة ناقصة هنا في يد واركبها. هذا مفتاح احمر ولا بس كذا عصا يعني؟ ما ادري. هذه اليد ركب امها. طيب يلا ايش منتظر؟ طيب. خلوني اشوف الصورة ايش اللي متغير يعني بس. الصورة اللي طلعتها انا هذي. في كتاب في يده. طيب خلاص بعدين ارجع له خوينا. طيب هذا ما ادري ايش يحتاج اللفة. فخلي يلا. طيب. ليون. ايوه. ايه. ايه. سطوي. اوه ماي جاد. ايش ايش. ايش. دقيقة. اوه ماي جاد. الطائرة ضربت. ايش السواق البيض هذا؟ اوكي. طيب طيب يلا اقطع ام سواقتك يا شيخ. ها عرض. اوكي. ايوه ليون ليون صح؟ ليون ايوه. I'll be right there. يلا يلا. لا لا سريع. لا تقول لي ما تقدر تفتح. ليون, we really gotta stop meeting like this. You all right? Police chopper just came out of nowhere. Yeah, I'm fine. Okay. I take it you don't have the key. والله ما عندنا يعني. No, I don't. It's good to see your face though. How are you holding up? I am hanging in there. Hell of a night, huh? Yeah. You find your brother? I did actually. He's. Oh my God! Okay. فين واخو؟ Just me thinking it can't get any worse. طيب. Leon, you should get going. زومبي جو عشان الصوت صح. طيب كيف؟ Don't worry about me. Just get yourself to safety. طيب. واو. رب حين اكل. Seriously, they're getting through the fence. Please just go. يلا يلا حرك حرك. We're gonna make it. اسطورة. يلا يلا. طيب ايش اسوي الحين؟ شوف كيف. اي مارفن this is bad. I've got zombies everywhere. اوه هذه اللي تفك المكان. يا سلام اللي تفك المكان اللي تفك الابواب قصدي. هي مارفن ما يرد. الله يستر بس. الله يستر.